سلام بنات ودراري، كيف داري؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كنتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. كنشكركم على اللايكات الزوينين كتخليو ليا، على الكومونتات الزوينين كتخليو ليا. اليوم البنات غادي نشارك معكم الشعريه ديال الصفه، واحد الطريقه كتجي البنات سهله في الطياب ديالها، كتجي البنات رائعه كما كتشوفوا في هذا الفيديو. تبعوا معايا البنات الفيديو حتى الاخر ولا تنساو ليا اللايك. بسم الله. اول حاجه غادي نحتاجو كيلو ديال الشعريه ديال الفوار، غادي نحتاجو واحد نص كاس ديال الزيت نباتيه. غادي نلبس الشعريه مزيان وغادي نديرها في السكاس. ونيل البنات في البرمه غادي نحتاج واحد الكميه ديال الماء وكثير ديال الزيت النباتيه، وغادي نحتاج العواد ديال القرفه. هنا البنات غادي نخليو دابا الشعريه تفور واحد المده ديال نص ساعه ونتلاقاو ان شاء الله. هنا البنات من بعد ما تفور لينا الشعريه، من بعد ملي خليناه نفس ساعه ديال التفور، غادي ناخذو لتر ديال الماء، الماء يكون مغلي مزيان، غادي نفرغو فوق الشعريه. هذه الطريقه البنات كتجي ساهله في الطياب ديال الشعريه، وما تخافوش ديك الكميه ديال الماء راه غادي نديوها ونجيبوها وما غاديش تعجن لكم نهائيا. كتجي لكم الشعريه ديال الفرن ناجحه لكم 100%. ونتلاقاو ان شاء الله. هنا البنات من بعد ملي شرب ليا لتر ديال الماء، كنديوها وكنجيبوها تشرب ليا الشعريه من الماء، راه ما تخافوش منها ما غاديش تعجن لكم نهائيا. هذه البنات هي التفويره الثانيه، دابا غادي نردوها تفور ونتلاقاو في التفويره الثالثه ان شاء الله. هنا البنات من بعد ملي تفور لينا التفويره الثالثه، غادي نفرغها في السكاس وغادي نفرغ ليها شويه ديال الماء، ماشي بزاف. من بعد ملي ضفت ليه شويه ديال الماء، دابا غادي نضيفو ليه شويه ديال الملحه، وغادي نضيفو ليه جوج المعالق ديال الزبده مذوبه. من بعد ملي ضفنا ليه جوج المعالق ديال الزبده، غادي نلبسها مع الشعريه مزيان. من بعد غادي نديرها في السكاس تتفور لينا ونتلاقاو ان شاء الله. هنا البنات من بعد ملي ردينا الشعريه ديالنا تفور، غادي نحتاجو واحد المعلقه ديال الزبده، وغادي نحتاجو واحد 100 غرام ديال الزبيب باش نعسلوها للتزيين، وغادي نحتاجو جوج معالق ديال السنيده، وغادي نحتاجو نص معلقه ديال القرفه مطحونه. صافي، من بعد غادي نديوها ونجيبوها تتعسل لينا الزبيب ونتلاقاو ان شاء الله. هنا البنات من بعد ملي تعسل ليا الزبيب، غادي ندرنا ليه في الوسط وغادي ندورو ليه شويه ديال الكاوكاو مطحون، وغادي نديرو ليه شويه ديال الخطوط بالقرفه والسكر كلاصي، وغادي نزينوه بشويه ديال التمر وشويه ديال الشريحه وشويه ديال الكركاع، ونتلاقاو البنات في الشكل النهائي.
ايوا البنات، من بعد ملي زينا الشعري ديالتنا ديال اليوم كنتمنى يعجبكم. من بعد ملي زينا بشويه ديال التمر وشويه ديال القرقاع وشويه ديال الشريحه ودرنا البيض ديال السمان، هذا هو الشكل النهائي ديال الشعري ديالتنا ديال اليوم. كنتمنى يعجبكم وكنشكركم سوا البنات والدهي اللي كاين في القناه ديالتي. كنشكركم على الكومونتات اللي كتخلي ليا وعلى اللايكات اللي كتخلي ليا. كنشكركم بزاف بزاف ان شاء الله حتى لفيديو اخر تهلا ليا فريوسكم. يلا بالسلامه عليكم.